مثلا بداوا في الاسئله، اذا كان عند شي اخوان شي تساؤلات ولا شي حاجه تفضلوا مرحبا، احنا هنا الا هو باش يعرفوا علينا اي حاجه بغاو. يعني تفضلوا خذوا راحتكم، يعني الاسئله احنا هنا لنجيب، يعني ماشي مشكل. هذا هو الدور ديالنا، نتعرفوا علينا ونتعرفوا عليكم، وإذا كانت شي حاجة باش نزيدوا بها القدام إن شاء الله، وما نبقاوش هاد الحركة عندها واحد الآفاق محدودة، يعني احنا بغينا نزيدوا بها القدام إن شاء الله. تفضل خويا جوردن، تفضل. بالنسبة بالاعتصامات، احنا قمنا حد الان بثلاث او اربع اعتصامات رئيسية. تنظن بلي الاعتصام على حسب الكم الجماهيري شحال قداش غيكون، يعني في اي لحظة، في اي مسيرة، في اي وقفة، شفنا بان الكم والوقت المناسب للاعتصام فغادي نعلنوا عليها في الحال. يعني مقبلة هضرت على واحد اللجنة ديال هي لجنة اليقظة، فهذا من الدور ديالها، يعني تا الدرس الأرضي اللي حنا فيه الحالة، يعني ديك الوقت اللي فيه حنايا تا الدرس فيه، واش حنايا يعني نقدروا نديروا اعتصام في ديك الوقت ولا ما نقدروش. واخا خويا محمد عفيت، تقدر نخلي لك المايك، ماشي مشكل. اوكي، تحية للشباب، تحية لكل الأحرار، تحية للإخوة والأخوات الحبيبة، تحية خاصة وتحية حارة للإخوة ديالنا في تنسيقيات 20 فبراير في مدينة فاس، اللي تفضل المجال ديال التواصل ديال تصحيح مجموعة من الأفكار اللي ممكن تروج حول تنسيقية 20 فبراير بالذات. ربما نفتحوا مجال الأسئلة.